على أي حال بعد ما الكهرباء جات نحن نفتح الفرصة للحوار والنقاش، فرصة مفتوحة. السلام عليكم. والله ليلة السلف نووا الحياة جميلة جدا يا زمان كان قاعدين يجوا هنا يقولوا يا أخي الخروج على الحاكم حرام، والليلة جرق بالأخوان المسلمين. فينبغي على الناس إنه تعلم إنه الناس الحاكمين الدولة ديل هم الأخوان المسلمين اللي الآن تعرضوا لشنو؟ لنقد. فمعنى إنه الخروج على الأخوان المسلمين من الليلة مباح. ليه؟ لأنهم غلط، صح ولا لا يا جماعة؟ فالسلف الليلة جاءوا ناقشوا بعض القضايا برضو المهمة، وقالوا ما دور الأخوان المسلمين في السودان. يا أستاذ، الأخوان المسلمين ديل في فترة من الفترات واجهتهم صعوبات في البلد دي. البلد دي او الهرم الاداري بتاع الدولة السودانية تعاقبت عليه حكومتين اشتراكيتين. لولا الاخوان المسلمين الان تبتجي تقول انهم غلط والسعودية بتحصر كتبهم، انت اليوم ما كان جيت دقيت منبر هنا. الاخوان المسلمين الشينين ديل هم جاوا لك حكومة، وعبر هيتها تنطلق تجيب حكومة سلفية غيرها من الحكومات. عموما هم وصلوا وجابوا لك حكومة، لكن بالمضاغطات، بمضاغطة الأحزاب إن الحكومة ما تمت عشان تكون مثلا بنفس المشروع حقهم، يكون فيه قوانين، يكون فيه نفس القوانين اللي طرحها اللي هي المرسي قبل شيء قال نزلها ورفض، قال ما عندنا عداء مع إيه؟ مع اليهود وغيرهم من الناس. عموما في أحزاب سودانية هنا ضغطت على الحكومة الإسلامية دي، أو اللي هي جات باسم الدين وما نفذت الدين على أرض الواقع، ضغطت عليها عشان كده قاموا نزلوا قوانين أو دساتير، لكن اللوحة ما اكتملت. الطريق قدام، وأنا يبدو لي كده أنا في تحليلي كده السلف دير حيكونوا المرحلة الثانية، المرحلة التصحيحية للحكومة الإسلامية الفشلة دي، لأنه الآن في مد سلفي خطير في البلد دي. ما شايفين انتوا شايف المجموعة دي ما شاء الله الكم هايل يعني. ما بنرفض، أنا أصلا ما عندي رفض للدين، لكن لا ما أخو مسلم. الأحزاب السودانية بالمناسبة يا جماعة، منذ خروج المستعمر وقبله في رواد تاعت حركات وطنية ساهمت، في ناس دفعوا الغالي والنفيس في البلد دي. السلف في الفترة دي كانوا وين؟ في سلف هنا يسأل كتب التاريخ درسوكم ليو؟ ها؟ الناس ما تخم الناس ساكت اخواننا، الأحزاب دي لها دورة في البلد دي، وهم سودانيين من حقهم ان ينزلوا أي حاجة، لأنه البلد دي أي زول فيها بجرع على ما يليه. أي قد تكون تلقى الشعب في نفس الفترات القديمة دي بتلقاه هو مسلم لكن بيتبنى مشروع اخر. ففي مضاغطات انه الناس ديل دارين الدوله دي كلها تكون اسلاميه والناس كلهم يحكموا بالاسلام. وفي احزاب ثانيه يساريه الاسد يقول لكم الشيوعيه وغيرها دي برضو بنفس الفكره دي هم دارين يلقوا نفسهم يعني. ففي ضحايا هنا طبعا، في ضحايا. فمن حق الناس انه هاي تكون تنتمي لاي حزب، ما تنتمي كيف يا اخي؟ انتمي لاي حزب، لان البلد دي لا موعوده ولا اموال ولا جغرافيات بدات تتفتت دي. ها واموالها لو ملقت ناس سياسيين ناكفوا الغرب ده ما بعيدوا امجادها. لكن السلف هم حيكونوا كذا بس يحكموا البلد دي ونكون كذا زي السعوديه بس؟ انتوا عارفين السعوديه برنامجها ماشي كيف؟ السعوديين ده الان هم علاقتهم مع امريكا 100%، واحنا جينا قلنا داون يو اس اي ضد امريكا. ليه الكلام ده؟ احنا ضد امريكا ليه؟ واذا كان القبله بتاعتنا السعوديه مع امريكا علاقتهم ماشيه. الان النفط السعوديه وكل
حياته ماشي وين؟ ماشي ماشي الغرب ولا ماشي؟ من حق السودانيين يحترفوا بأمريكا دولة عظيمة ويأسسوا، وأمريكا تجي تنزل شركاتها والناس هاي الحريات. ما في حريات هنا، في حريات في السعودية ما في، لأن نظام السعودية نظام ملكي. أهان نستسلم للسلف يجي يحكم البلد دي، بعدين يقول لك الملك أبو بكر عذاب ولي عهد كده. ها لا لا أستاذ، أنا داري حاكم يا أخي، أنا من حقي يكون في حرية، أنا ألقى نفسي والغيري يلقى نفسه عشان ما يكون في إشكالات. وبالمناسبة السعودية تعالوا، السعودية دي كلها ناس جنرال، ما في ما زينا إحنا. الآن السودان ده فيه 500 وحاجة أيمي الإكس، لكن السعودية ما فيها إلا أهل الحرم، وأهل الحرم برضو الآن هم سعوديين وما عندهم أطماع حول الحكم في السعودية وكده. فبجد في حضارات الآن بدأت تجي جديدة. فلو شايفين، لو شايفين إنه في الرئيس بتاع السعودية شايفين إنه لابس كيف، لابس طويل أخوانا، والدقن حقته ما لقى قاصية حوته. أنا شاهدت الكلام ده، أن إحنا أخوانا كيف يعني؟ ها لا لا لا، إحنا نفس السعودية هاي نفس برنامج ده، نلبس كويس ونخليها ناس أنيقين، ودي بلدنا ومن حقنا يتوح لنا فيها مليون حرية يعني. وبالمناسبة السعودية عندها إشكالية مع الأخوان، المتع الأخوان ده بعد الغزو الكانت حول مصر وغيرها والمغرب وسوريا، الناس دي بعد رجعوا الأخوان المسلمين هم اللي تولوا الرأي الإسلامية بعد ده وجروا وغزوا. والسعودية دي نهضت السودان، هم ناس كوان قدماء، لكن السودان نهض قبلهم في الخدمة المدنية. احنا الآن الفارق بيننا وبين السعودية 100 سنة، السعوديين واحد بياكل وبيشرب ويرقد ويقول لك الحروية على الحاكم ده. لا ليه؟ لأنه هو قد يكون كده يعني. طيب دور الصوفية يا اخوانا، الصوفية ده والله يا اخي انا ما عندي اي ادانة اليوم يا اخي، الناس دي ادانوهم كثير يا اخي. والتحية للصوفية من هنا ذاته، وانا ده صوفي صراحة كده، لكن ما اخوان مسلمين، ما اخوان، بختلف مع الاخوان المسلمين، لكن برضو عندهم حيات تقدمت هنا. وبالمناسبة انا بحترب بالامانة لاي زول جاء السلف ذاته، اذا كان عندهم امانة انا بحترب بها وديهم حقهم كامل يعني. فالصوفية اخواننا شاع الدين، والبلد دي ذاته بالصحراء الكبرى انتوا لو قريتوا التاريخ دخلوا الصوفية ديل. الان الامر كوم، والصوفية كلهم ما غلط، كلهم ما غلط، اقول لك كلهم غلط. انا ده صوفي لكن ما غلط، اي ما غلط، لكن كل الصوفية ركبوهم وقالوا هم غلط ويركبوا ما عارف البرعي وذاك. يا اخي اذا كان هم غلط، نفس التيارات حقتكم بذاتها قد تكون فيها غلط يعني. لكن في الفترة دي طبعا اي زول بالذات الطرح الان قايم على النقد، اي زول ده يركب الناس عشان يكون شنو في الطب. وفي اغتيالات الان بدأت توجه للناس، انا البقتال ده بعد شيء بخلق لي قاعدة وبيجي واخش بها. فظاهر انا طلت، وشكرا جزيلا يا طيب. قضية الصوفية دي أنا بجيك لها خير آخر حاجة بجيها كفاية في النهاية كده. طيب أول النقاط، لأنه زول لا حاول يحرف المسار بتاع المنبر من الأول، لكن إحنا بفضل الله حاجة زي دي ما بتفوت علينا. طيب أول نقطة بدأ بها هذا الشاب، قال زمان بيقولوا الخروج على الحاكم حرام، لكن هسه قال خلاص ما في حاجة تانية. لا لا أسي برضو حرام، مو زمان عشان ما صفق لي علماني برا، أسي حرام، خروج على الحاكم حرام ما بجوز. الدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال من خرج على أميره قيد شبر واحد، قال فمات فميتة جاهلية. إحنا ما مسألة بتاعت مواقف سياسية، ولا جايين هنا موقف سياسي أبدا، وكلامنا على الأخوان المسلمين ما كلام على الحاكم. ليه؟ لأنه الحاكم السيد الرئيس البشير بذات نفسه طلع بيان وأدان الأخوان المسلمين براو. فهمت كلامي؟ عشان كده احنا كلامنا على الأخوان المسلمين، نحن بنتكلم عن فكر معين خطر خبيث منتشر في البلد دي وفي غيره، وكلامنا عنه ما عنده أي علاقة
مع الكلام على الحاكم ولا خروج على الحاكم. وعندنا الكلام على الحاكم الكلام مبجوز. أنا أوريك كمان مش عشان لي سلاح وامرق ولا حرق ولا منطوفات ولا مش أكسر في الشارع، ده كله حرام، الكلام عنه حرام. نحن عندنا مبجوز إلا تدعو له، فقط تدعو له والله يوفقه الله يعينه. انت عندك خلاف كده ما اشوف. انت لو نظريات، لو انت نظريات نظر بطريقتك، لو دين تعال قدم لي دين. انا هنا بقدم دين بالادله من الكتاب والسنه. حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكان مما اخذ علينا الا ننازع الامر اهله، قال الا ان تروا كفرا بواحا، يعني مش كفر متاول ولا مظنون ولا احتمال ويبدو لي وفي ظني كده وظنهم كفروا، لا وحكوا لي وست الشاي قالت لا، قال كفرا بواحا مش كده بس، قال عندكم فيه من الله برهان. نحن الشيء بنعرفه لما نيجي العلماء يقول لنا زول كفر، حاكم ده كفر عديل مرق برا الشريعة، أنكر معلوم من الدين بالضرورة، أنكر الشريعة الإسلامية، أنكر الحكم بالشريعة، رفضوا ما بيعتقدوا ما بيدين به، ترك الصلاة، غير من الكفريات الواضحة عندنا على برهان. بعد عندنا إحنا يجوز تغيير الحاكم مش عشان البنزين زاد ولا عشان الطماطم ما في ولا عشان الخدار ما في ولا عشان أنا ذا يحكم، بعد يغير الحاكم لأنه هذا الحاكم كافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن انت بتمرق عشان البنزين زاد، نحن البنزين زاد دق السما ده فوق، قاعدين في محلنا ده هنا طماطم ما في، يجيبوا طماطم واحده شفتها بس شفتها يوروك لا عايل لا كده ده وتاكل الكسر على كده، ما عندنا مشكله، قاعدين في محلنا ده هنا ما بنمرق. انت مارق تفضل بهنا شفتها وبيجاي وامرق، وده بيجاي شارع الجامعه بوديك القصر طوالي امشي أمش بقى. لكن نحن كمنهج عندنا ده مبجوز، ولا مجامله لزول ولا خايفين من ذاك ولا عندنا مصلحه من ده ولا كله ده خلي بعيد. نحن عندنا نصوص، ما بتقدر تغير قناعاتنا دي الا بالنصوص، قناعاتنا مبنيه على نصوص. يعني لا تقول لي يا اخي ما ممكن قالوا لنا البنزين ب 22، ما بتغير قناعتنا في النهايه. اتبكس يبكي كده واتمخد وقتلوا ثلاثة أنفار بيجاي ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون، كلمنا من زمان تقال راجلنا كده تقال تتحكى وشيلوا دخل في جيبه. أنا قلت زول ده عنده بلقون في الدوة عنده شنو شيلوا دخل المرق في النهاية مرق له ريقة وزاته كاتبنا له غلط. يا زول نحن قضيتنا ما قضيتنا، شوف نص نص، والنبي كلمنا من زمان قال سترون، هتشوفوا بعدي أثر. الأثر دي معناه شنو؟ الأسرة دي الحاكم بيشيل المال عنده وخليك انت جعان دي كده، ده شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحاكم يجي راكب عربية وتدق المواصلات دي ومقتل غازاته تنط بشباك الحفلة. قال سترون بعدي أثرا أها وأمورا تنكرونها شرعا وعقلا تنكرونها. طيب نعمل شنو؟ صحابة سألوا ما خلوا الموضوع ده ساي، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوهم الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. شفت الدين كيف؟ عندنا دي قناة، احنا ما زال انصار السنة، امش شوف الموضوع ده عند انصار السنة هناك، دول عندهم الخروج على الحاكم ده حسب المصالح بتاعتهم، في مصلحة لا ما في مصلحة بيجوز، ده شغل امشى زالهم هناك. اما احنا منهجنا بنتبناه بأدلة بأدلة من الكتاب والسنة ومبني على قناعات، ما قناعاتنا دي ما بتزول الا بنص، عشان اوعك تجي تحرف المنبر بتاعنا وتحوله كانه نحن اللي جايين نتكلم في الحكومه، ما جايين نتكلم في الحكومه. ويا علماني لو انت كلامي ده بزعلك ازيدك تاني كمان ازيدك، ما ابني الله يشو يوفق البشير والله يعينه والله يسدد خطاه، بده بيوجعك الكلام ده اديك حاجه تاني كمان كفاك على كده. شوف شغلتك يا زول، عندنا احنا مبدا، ده مبدا عندنا احنا فهمت، وما يغرر للظلم ولا مصلحة معينة أبدا. لكن ده إحنا منهج بندين به ربنا سبحانه وتعالى، ونحن وقت بنقوله في الداخلية دينا قبل 4 سنة قبل وقت المشاكل الجد جد
نحن بنقول كلامنا ده ذاته قبل 4 سنة وقبالة بنشتغل في الداخلية دي وأنا بتكلم فيها من سنة 2005 دي الليلة كم؟ 15 10 سنة في المسجد الداخلية ده بنقول كلامنا ده ذاته نفس الشيء ما بجوز يا ناس هاي هاي ما بجوز خروج على حاكم ما بجوز عشان ما تكتر كلامك معي طيب نمشي قدام قال لولا الاخوان المسلمين قال انت ما كان دقيت ركن هنا ولا كان عملت منبر هنا يا زول منو قال لك وانا جابوني هنا الاخوان المسلمين يا اخي نحن جابنا الله ومبروكنا من هنا يا الله لا يتلى الاخوان المسلمين اصلا مش الاخوان المسلمين مش هم مش بيدافع عنهم مش زماننا فتحوا لنا اخوان المسلمين اصلا تكلمنا فيهم خليهم يمرقونا تعالوا مرقونا انت عاد مسكين ولا شنو هو كان في زول بيقدر يمرق له زول انت بتخلينا انا قاعد هنا يا زول البلد دي انت مش قلت اي زول بيتكلم فيها نحن قاعدين زي زول ولا احنا ما زول نحن ما ناس يعني نحن قاعدين زيك طيب قال الاحزاب السودانيه كان لها دور كبير دور في شنو الاحزاب سووا سنين البلد دي ماذا قدمت الاحزاب السودانيه للسودان قدمت له شنو حزب الامه قدم شنو طواقي طويله بس في شنو تاني ماذا قدم الصادق المهدي قدم التوقيع على اتفاقيه السيداو بتعرفها اتفاقيه بتاعت قله ادب قالوا الراجل يعرس راجل والمره تعرس مره يعني الستة كان خطبوك وين الولد ده الستة كان خطبوك رايك شنو ده قدمته الاحزاب السودانيه للسودان يعني احنا ناقصين مره تعرسنا مره ناقصين ده يعني احنا ناقصين راجل زي واحد جايبينه في الواتساب ما عارف ده صح ولا غلط المهم فاكرنا كده قال واحد سوداني قال عرسوه عرس واحد الماني عرس سوداني قلت لهم والله انا المغصه شقتني لانه العروس مننا احنا وكله حرام في النهاية بالله شوف ده لعلك الله ده القدام دي الاتفاقية بتاع السيداو بتاع السيداو دي الاتفاقية اللي وقع على صادق المهدي وقعت على كثير من الأحزاب الموجودة في البلد دي هنا تقول الأحزاب قدمت قدمت شنو ما قدمت حاجة يا أخي ما قدمت شيء يا أخي ما تخون من ساي طيب قال من حقي انا القى حريه انت بتلقى حريه فهمت ما دام مزاجك انت دار حريه وانا بتكلم لك عن شريعه اسلاميه الشريعه الاسلاميه انت عبدي ما حر انت عبدي لله ربنا امرك باوامر ونهاك عن نواهي انت ما حر يعني الان لو جات وقت الصلاه انا حر مش هرقد في الليل انا حر ما حر لو مشيت رقدت في الداخليه والصلاه بجاي غامو الله بيسالك ما حر انت عبد لله انت مكلف بتكاليف مكلف لو جات ماشيه بجنبك مره تغوط بصرك ولا ما بتغوط بصرك ولا انت بتغوط بصرك من شنو من الحرامي لا انا ترى اعرف انت حر كيف يعني حر ربنا قال يا قل للمؤمنين انت منهم ولا برا كم مركت خلاص في عمرك سايفوت لكن انت لو جوا ديل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ربنا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يعني كيف حر يعني قال لك سارق اقطع يده شنو حر ما في عاصمة حر انت منضبط بشريعة سارق يده تتقطع فهمت زاني يجلد والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة انجلد الزاني السارق كده الى اخره انت منضبط بشريعة اسلامية دار تمرق من الشريعة دار تفك كده فهمت وتتجدع زي ما انت داير بطريقتك وبقابلك بعدين كله ده حيقابلك بعدين طيب قال السودان نهض قبل السعوديه ب 100 سنه يا زول دي نهضت وين دي انتوا زول قال ان احنا جايين من كاليفورنيا ولا شنو نحن قاعدين هنا بتينا السودان ده نهض كده وري نهض مشى وين نهض في شنو يعني أذرع نهض نطلع فوق السودان نهض تقدم على السعودية يا ولدنا هاي شوف أنا أديك نصيحة السودان ده لو ودوه يتطور تاني 3 قرن يعني 300 سنة كويس
ثلاثة غرون والسعودية ده وقفوها قرشوها على كده بس اتقرشت على شكل هذا. والله الذي لا إله غيره 300 سنة ما تلحق السعودية يا أخي. أنت بتخاف الله يا ناس؟ خليك من أي شيء. السعودية دي الحرم بس الحرم بيخشوه أكثر من 4 مليون بيخشوا الحرم وبحجوا وبيأدوا الحج ومناسك الحج فيها مشي مسافات بعيدة وفيها أكل للحجيج وفيها علاج وفيها تهيئة بتاعت مكان وفيها 4 مليون. أس عليك الله لو 4 مليون ده خشوا عندنا السودان هنا ده 4 مليون خشوا على الخرطوم دي قدرة فول ما تلقاه والله. تصبح الصباح شفتها إلا تمشي البلد تضرب لك عصيدة عند أمك هناك يا ناس. ده مخاف الله الولد ده يا أخي. أمشي الناس في الحج واحد من الحاقدين على السعودية من الحاقدين من الأخوان المسلمين ترى زي الجنة ده جارنا ده قريب مننا تعرف ده قابلته بعد ما جوا راجعين قال لي والله دي اعترافات من زول عدو قال لي الأكل اللي بيجيبوه السعوديين والخدمات تقضي 3 أضعاف الناس القاعدين دي من خدمات أكل وشراب وعلاج يهيئوا لهم يا ناس. هسه نحن في البلد دي خليك من ده لو ما بياكلوا لو جونا صايمين الحجاج دي جونا صايمين لحد ما يأدوا الحج ويفوتوا نحن بنقدر في البلد دي نهيئ لهم بس شارع يمشوا بيه 4 مليون دارين يمشوا يرموا لهم حجر في محلة واحدة في يوم واحد كلهم نحن بنقدر حجرنا قال لهم وين ذاته يا ناس. منو الآن اللي بيقدر الآن يقوم مقام السعودية في خدمة الحجاج في خدمة بيت الله يا أخي عليك الله ديل. إذا كان هناك الملك عندهم يسموه خادم الحرمين الشريفين خادم للحرمين الشريفين ويخدموك خدمة ما طبيعية تجي الآن تغارينا لي يا زول. نحن في الوطن ما قادرين نمشي ماشي ساي في الوطن ما قادرين نمشي. فشوف بكلمك ما يجي زول زي ده يحاول داري يزكي في الأحزاب السودانية على حساب تطور الناس شايفه بعينها. طيب تاني ما أذن عنده شي الولد ده في حاجة أيوة قالت تحية للصوفية تحية للصوفية في شنو واسد دخلوا الصوفية ده الدين قال دخلوا الدين الإسلامي وينه ده شيخ طار وقال مرق من الغبر كراعه مرق لا يعني نشطفه يعني ولا شنو مارق كراعه قال برا الغبر طبقات والضيف الله دب قروا هنا في أداب هنا في أداب دي قروا طبقات والضيف الله قال من كرامات الولي الصالح منه قال قاعد والمشاط مشيط له في راسه بعد شوية جاء الطيرة سكسكت له بالقوة يعني بالطاقة حقت البيت فوق جاء الطيرة ركت سكسكت للشيخ هي الطيرة دي أسا يا أخواننا الطيرة كيف فهمت إنه ده بيفهمها أنا داري أعرف دي برضو قال سكسكت له كده الشيخ قال قبل على سكسك له نفس النظام فاتت جات واحدة تانية سكسكت للشيخ الشيخ برضو سكسك له لما فاتوا الاثنين الحوار اللي بمشط فيه ده سألوا قال له يا شيخ حيرتنا ذاته ده شنو انت بتسكسك كده مع الشيوخ بالطيور ديل قال له طبعا دي واحدة مع راجلة وفقت بينهما قال له أظنهم كانوا مطلقين رجعون عرس لهم من جديد زعلانين ساي من بعض رضاهم أنا ما عارف الحاصل شنو ده 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 الدين دخلوا الصوفية ده الدين الناس بيعبدوا في القبور الآن هذا أمشي هذا جزيرة نديب أياي والنيل الأبيض وكردوفان أمشي شوفي لك في كسلة ناس بيعبدوا في القبور يا أخ واحد بسفة في تراب بتاع قبر وانت في بتاع الشيخ أبويا الشيخ ده الحقنا وبالشيخ ده فزعنا ونحن راجين لك راجين تواقف على طولك وداك مفتوح لجوة حفرة جوة في الوطن راجين انت كما خيابة فارغة ترجع لك ذول مدفون في الوطن ده الدين دخلته الصوفية ده الإسلام دخلته أريته لو ما خشوا أريته لو ما خشوا لأن الإسلام اللي كان قاعد قبالة الصوفية كان إسلام صحيح إسلام بتاع الصحابة هناك في دنقرة لما دخل حملات عبد الله بن أبي الصرح لما دخل والناس اللي أسلموا وعندنا نحن من السودانيين ناس في درجة تابعين لأنه أخذوا الإسلام من الصحابة. شوف الواد ده يضيع مننا الدرجة دي سايب نحن عندنا ناس تابعين في درجة التابعين في الغرون المفضلة خير الناس غرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نحن عندنا ناس من السودانيين في المرتبة دي في مسجد في دنقرة العجوز هناك مسجد عبد الله بن أبي الصرح ده كله داري مرقوا لنا ساي لأن الصوفية دخلت السودان سنة 900 معناه القرن الأول راح مننا القرن الثاني راح القرن الثالث راح الرابع الثامن كله راح مننا
سنة 900 والصوفي دق كراعه في البلد دي. هو الصوفي انحشر هنا ده سنة 900 اسمه تاج الدين البخاري. انت ما قريت وين؟ واد ما خلوك منطط عينيه وكذا بعرفه جاي من وين، دعوه بالحيطة دي ولا شنو؟ يا ناس اول صوفي غش سنة 900 ده في مقدمة كتاب طبقات والضيف الله، الكتاب الطبعة الكبيرة القديمة النسخة ماكنة كده قاعدة عندي انا، امشي هنا بتلقاه في مكتبة آداب دي. ده ما قرا اي حاجة يا اخي. فشوف الدخل الصوفية ده ما يهو الاسلام، ما يهو، فهمتني؟ وحتى لو ده يهو الاسلام ما هم دخلوه، وحتى لو دخلوه فهمت؟ حتى لو دخلوه وده يهو الاسلام وفي النهاية عندهم غلط، حتى زول لو دخل الاسلام وجابوا هنا دخل وعنده غلط نقول غلط ولا ما نقول؟ قول اي قول عديل دخلوا الاسلام، ها دخلوا لكن في النهايه مرقوا. اها ما دخلوا مرقوا، قول دخلوا ذاته ما دخلوا يا اخو امه. فانت افهم كلامي ده، يعني احنا في النهايه عندنا كتب بتاع الصوفيه قاعده، ده دارجين متصلت خير بس كده ده ساي. يعني الشغلانه دي احنا قرينا لها مراجع وكتب بتاع الصوفيه وانتقادات بس ده دارجي كده بس خير الصوفية دول دخلوه ساي كده بس ساي ترتمشى فينا ولا شنو؟ يا اخي ما في كتب قاعده في المكتبه يا اخي الله يهديك، في كتب بتاع الضلال بتاع الضلال، واحد اسمه الدسوقي الكتاب ده قاعد هنا في مكتبه الجامعه الكبير دي هنا قريب، هذه بجاي هسه كان جرينا بكل عنا بنجيبه ونجي، هذه بجاي اسمه قلايد الذهب وفواتح القرب في الصفحه 83 قال انا موسى عليه السلام في مناجاته، موسى لما ناجي الله ده انا قال انا ده دعيتني الدسوقي مصري والكتب عنه الكتاب ده محمود نور الدايم قال انا علي في حملاته، علي رضي الله عنه في حملاته قال ده انا، قال انا في السماء شاهدت ربي، طلع السماء فوق قال وشاهد الله. اها دي النهضة ولا شنو؟ والخرطوم ثلاثة قال طلع فوق في السماء شاهدت ربي قال، قال وعلى الكرسي خاطبته لسه ما انتهى، قال انا مفاتيح الجنة بيدي، مفاتيح الجنة قعدات عندي، يعني مفاتيح الجنة قعدات في مصر هنا، ومفاتيح النار بيدي، ختم لك قال من زارني اسكنته جنة الفردوس، وما هي جنة كمان الفردوس دي أعلى الجنة وأوسطها وسقفها عرش الرحمن أعلى الجنان، بدخلك قال بس بزيارة. ده الإسلام الدخل الصوفية ده هو الإسلام. أسا لو جيت لواحد نصراني قلت له يا أخي اسمع تعال خش معانا في الإسلام، طبعا احنا عندنا شيخنا في مصر هنا قاعد ده طلع السماء كده وشافه وجراجع مفتاح الجنة قاعد معاه، مفتاح النار برضو قاعد معاه، ها ولو مشيت عليه بدخلك الفردوس النصراني باقي لك بخش؟ ولا كويس دي لعبه جماعتنا اللي قاعد يقولوها لنا برضه يا دي وهم ساي. نفس النظام ده بيقولوا لهم هناك يا ناس ده ما ممكن يكون الاسلام اللي جابه النبي عليه الصلاه والسلام. يعني طيب الناس اللي ولدون قبال زول ده سوقي ده مش قال من زارني دخلت جنة الفردوس قول احنا تشت مشينا له القاعدين ديل اور مشينا زوره زورنا زورنا كلنا الفردوس ضمناه خدناه في جيبنا وجينا راجعين ضمن الفردوس. طيب ابواتنا الماتوا ديل كيف يخشوها كيف؟ قبال ما يلدوا ده خشوها كيف؟ مفتاح الجنه ده كان عمونه قباله، مفتاح النار كان عمونه، وهو لما مات المفتاح مشى وين؟ يا اخوانا دي ما سيرة دار اجابه. اسا المفتاح وينها؟ بس عارف اسا المفتاح وين؟ اها يا ناس عليك الله ينسى الولد ده ما يجي عكر مزاجنا يا اخي. هذول يقول لك كلام من قبل قبل الراس ده والتحيه للصوفيه، هو قال ساي زي على المايل بكوركو نادي التحيه لستات العرقي. اها يعني الستات العرقي قدم للشعب السوداني شنو يعني؟ التحيه لستات العرقي والتحيه للمهمشات، الهمش منو يا منو لا في ست عرقي مهمشه؟ على كل حال خليه ده تاني ما في حاجه، فرصه مفتوحه للنقاش. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم يا أخواني المسلمين. أنا أول مرة يقابلني
ألاقي شخص علماني، دي أول مرة قابله في حياتي السنة دي. يلا من الألماني ده أنا لقيت كلام ما عجبني، وداير أطرح الأسئلة دي للشيخ أبو بكر ويرد عليه، ونتمنى إنه يكون الزول حاضر في المكان ده يسمع الكلام ده كله. يلا السؤال الأول قال لي إنه بيطالب بمساواة الرجل والمرأة، جا قال لي المرأة دي كائنة عطوفة حنونة لازم نساوي بيها. يا راجل المرأة والراجل دار تساوي بهم، أنت منو؟ طيب أنا قلت له هل تعترف بكيد النساء؟ قال لي لا. طيب سعيدنا سليمان في قول الله سبحانه وتعالى إلا تزرف أني كيدهن أضب إليهن وأصب إليه وأكون من الجاهلين. سيدنا يوسف، إذن أنت يما بتكفر سيدنا يوسف يما أنت كلامك صح. ده سؤال أول. السؤال الثاني أقابل لي قال لي القرآن الكريم نزل في سياق تاريخي مهدد، والقرآن ده كان مهم للزمن داك، وحس حاليا ما بتواكب مع عصرنا، لأننا عصر جيل تفكير، ولازم أنا كإنسان وأفكر. يا راجل رب العالمين نزل القرآن ده، أنت أفضل منه؟ نزلوا ليه منه؟ للرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي جبريل عليه السلام. السؤال الثالث قال لي إباحة النظر إلى العورات. أنا سألت سؤال قلت له أنا قبل كده لقيت كلام لعلماني في النت إنه العلماني ده بيقول يحق علي النظر إلى جسد أمي وأختي وهي عارية. يا راجل تحق للنظر كيف؟ قال لي هذا جمال وليس بعورة، فتجملوا فإن الله يحب الجمال. ربنا قال لك اتجمل، امشي المساجد، ما تتجمل تشوف امك عريانه ولا اختك تشوفها عريانه. قال لي جينا السؤال الرابع والاخير ودخل في شرك اكبر، وانا سكتت وما اتكلمت معه. طيب سالته قلت له انت الخلقك منو؟ يفترض شيطان. يفترض شيطان؟ يا راجل نفترض شيطان كيف؟ شيطان ده الخلق منو لما يخلقك انت؟ وبيقول اخيرا يجب اعلان خلق الله بعد، يجب اعلان موت الاله بعد خلق الكون. يا راجل دار تقتل الله انت؟ انت منو؟ وشكرا، نتمنى للشيخ ابو بكر اداب يرد على هذا العلماني البحث. وقبل كده كان زمان عندنا نبذ عنه كان بيصلي في المساجد وجنو ما عارف يعني جو حصل له فرمطة. أولا أنا بشكرك كثير على إنك أنت ناقشت الزول ده، أنت ردت عليه براك يعني، أنت جزاك الله خير ما قصرت، أسددنا سؤال ومعه الإجابة بتاعته، فأنت ردت عليه براك وجزاك الله خير على موقفك منه، لأنه يا أخواننا مفترض يكون موقف المسلم كده يا أخي، يا أخي ده مع مسلم في النهاية يا أخي، ما عنده غيره على دينه، يعني زول زي ده بيجي بيطعن له في اصل الاسلام وبيطعن له في صفات الله وفي احكام الله، فلا بد يكون المسلم بغيره زي دي. وانا ما داير من الطلبه انه انت ترجع الزول السلفي عشان يجي يرد لك على الناس، خليك زي اخونا ده، الاسلام ده حقك ما حقنا احنا يا اخواننا برانا، نحن مسلمين انت مسلم برضو، وده دينك الاسلام ده تتعبد به والله، وبعدين في القبر بيسالوك ها بيسألوك من شنو؟ بيقول لك في دين جماعة كان بيجي في الداخلية كده رأيك فيه شنو؟ ما بيسألوك ما شأن الرجل الذي بعث فيكم؟ ما دينك؟ دينك أنت شنو؟ فده دينك يا أخي، دافع عنه بارك الله فيك، دافع عن دينك ده. فأنا عجبتني غيرة أخونا ده، وإن كان معلوماته هو معلومات محدودة في المسائل دي، وهو بيجي بيستفسر الآن وداير زيادة معلوماته كده، لكن جزاه الله خير بس كده بالجودية وبالنهاية تم له نجمه كده ساي. انت تم عليه في النهايه ما شغلانه ما بالفطره كده، انت بتعرف في اشياء كثيره بالفطره بتجيك. طيب اولا قال مساله مساواه الرجل بالمراه، وقال العلماني ده قال له المراه دي حنونه وعطوفه
يا ده انت فاقد حنان ولا شنو؟ مدرس انت المره دي ما حنونه وعطوبه، احنا عارفين ان احنا قلنا لك المره دي فقور، احنا ما عارفين انها حنونه، وكان ما حنونه احنا اتزوجنا ليه؟ ما حنونه لكن قال لك اتزوجها اتزوجها، ربنا قال وانكحوا اتزوج انت حنونه، انت تقابلهم في الشارع تقول ترجعهم بجافد حنونه، انت لصق جنبها سايب الحرام، ما حنونه حنونه بحقك، فهمت؟ دايرين انت عارف العلماني دايرين حنن عليه كلهم كده ده. طيب فالمسألة دي مسألة مساواة الرجل بالمرأة، نحن بنقول الرجل والمرأة بيساووا في أشياء وبيختلفوا في أشياء، في أشياء بيساووا فيها. ربنا سبحانه وتعالى يقول اعبدوا ربكم كله رجال ونسوان، صلوا رجال ونسوان، لكن في أحكام بتختلف المرأة فيها عن الراجل، اللبس المرأة بتختلف، الراجل ده عورته من السرة للركبة ده عورة الراجل، المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة عورة كل عورة. إذن هنا الراجل بيختلف من المرأة، الراجل يمرق من بيته ما في إشكال في مرقه من البيت، المرأة ربنا قال وقرنا في بيوتكن. طيب لو طلعا ولا تبرجنا، يعني لما أنت مرقي ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، الأصل بالمرأة تقعد في بيتها، مرقتها حاجة ضرورة تمرق وهي محجبة، المرأة ما بجوز لها تتقدم قدام الرجال في الصلاة تصلي بالرجال، ما بجوز لها المرأة، الصلاة خاصة بالرجال، المرأة ما بجوز لها تحكم تحكم البلد، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ما بجوز لها. إذن يا أخواننا المرأة تتساوى مع الرجل في أشياء وتختلف منه في أشياء، ونحن ما بنقول الراجل أفضل من المرأة، في ناس بيفهموا غلط لما نقرأ الآية وليس الذكر كالأنثى، بتخيل انه يعني الراجل افضل من المراه، يعني اي راجل افضل من اي مراه، هسه الود الجبيل ذاك افضل من نساء الصحابه، افضل من السيده احنا ده ذاته كلنا، نحن افضل من السيده عائشه، ما القضيه ما افضليه، فهمت؟ المراه ممكن تكون افضل منك واخير منك واعلم منك واعقل منك، كله ممكن يكون، فقضيه انه ليس الذكر كالانثى، العلماء قالوا للمغايره وليس للتفضيل، يعني ممكن المرأة تكون أفضل وممكن الرجل يكون هو الأفضل، وإن كان بعضهم يقول جنس الأفضل من جنس النساء، والقضية نحن ما قضية التفضيل، قضيتنا إنه قضية المرأة عندها أشياء بتكون فيها وأشياء لا، أشياء مباحة لها وأشياء ما مباحة لها، وإنت لما تتابع النصوص الشرعية بتلقى موضحة. طيب مسألة كيد النساء، إن كيدهن عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، يعني دارين كده الحديثة ولا شنو؟ المرأة ما بتفتن الراجل، وربنا قال زوين للناس شنو؟ حب الشهوات، أول واحدة شنو؟ من النساء، ولا أنت ما بتحب النساء؟ أنت بالله إلا فيك مشكلة بعد براك، لا المرأة مزينة للرجل، مزينة عشان الجنس البشري ده يمشي، ربنا زين لك المرأة عشان يحصل التناسل يحصل يحصل يحصل، المرأة مزينة للراجل، يعني ما بتفتن كيف يعني؟ انت اصلا تلقاك عاشر من الصباح بيكوي، من قام من الصبح الصلاة ما صلى بيكوي شغال ساي مكوى، فهمت؟ وعاين للجنب بيجي معاه وما بيجي، يرفع ده ورصين وشراب بيجاي ويصفصف شعره وما تعرف كريمات وكشب، ما مالك في شنو؟ واحد راجعه هناك بس في بيت راجعه بس، ده الموضوع كله. انت تقول لا المرأة ما فتنة، ما فتنة كيف يعني؟ مرأة فتنة يا اخي، فتنة يا رجل، تخليك تغير كلامك، والله هسه في ولاد بيتكلموا قديت ونسيتهم هنا في الداخلية ما شايفين نايتهم، تو الناس ساي واحد يحس يرمي زول، قام يشوفهم في هناك شوفهم بيتكلموا كيف، والله الواحد لما انت خجليه يا راجل مشيت حيلك شويه، تلقى بيتنايص كده وبتاع، ليه؟ ما مين المرة دي؟ بس لو قاعد مع رجال بيتنايص ان قاعد معاك انت، والله يسمعك كلام يحيرك ذاته، تلقاه مبشتن في الداخليه ومبهدل وخدت لهم صحن فته قدر كده وقاعد ياكله، لكن هسه فته زي دي بتاكلها في الجامعه هناك تشيل لك سندوتش وتنعصر بيه وكده، هسه ذاك لك بتجد عيد الفطور تاني، انا عارفك في الداخليه هنا تجد عيده هناك متعصر لك بسندوتش، ده شنو ده؟ ما المراه يقول لك فتنه يا اخي بتفتنك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل، ياتو الحازم والزول الذكر تلقاه شنبه كده قالب ليه فوق زي الدجردل وشهم راجل، ان جاته مره بتجهجه
فالمرأة فتنة يا أخ، المرأة بجد فتنة. طيب قال القرآن نزل في عصر محدد وما يصلح وما يا ناس وي، ده نزل حكيم خبير ربنا سبحانه وتعالى. قال ولقد جئناهم بكتاب مالو فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. كتاب ده مفصل لقيام الساعة، الليلة دي ما قدر يطلع فيه غلط واحد. يجي علماني يقول لك طبعا القرآن ده نزل لناس محددين ونغيره تغيره، دي قالوا زمان. وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بشنو؟ بقرآن غير هذا أو بدله، كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كويس. فشوف يا أخي القرآن ده، أنا بسألك سؤال الليلة، إذا الزول ده مؤمن بالله، إذا مؤمن، نقول له أنت مؤمن إنه الله ممكن ينزل كتاب يكون دستور للناس ليوم القيامة ولا ما مؤمن؟ إذا قال ما مؤمن قل لي أنت كفرت بالله، امشي شوف شغلتك. وإذا قال أنا مؤمن نقول له إذا نزلوا ياهو القرآن. سؤال واحد بس، يا تمرق برا عديل يدخش الإسلام عديل. ربنا نزلوا كتاب، ربنا قال أولم يكفيهم، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ما كفاك القرآن ده؟ تقول إحنا دارين قوانين ماركس وقوانين إنجلس. ببساطة يا أخواننا، إذا كان كتاب الله اللي نزلوا على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب المحكم المفصل المبين، إذا كان الكتاب ده عند العلمانيين ما بيصلح، كيف تصلح قوانين ماركس وإنجلس؟ كيف تصلح قوانين الترابي؟ كيف تصلح قوانين الناس أولئي الخرقة والحمقى؟ تصلح تكون شريعة؟ أنتوا الآن بتمشوا بقوانين أرسطو، أرسطو وقوانين ناس تعرف أرسطو طاليس ده قبال مش محمد صلى الله عليه وسلم، قبال عيسى بن مريم بأكثر من 100 سنة، قبال عيسى بن مريم دار يمشوا بقوانين أرسطو ديك الزمان يمشوا الليلة. ونحن كتابنا قال لنا ده قديم، ها نحن كتابنا ربنا نزل حكما عدلا، ربنا قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ده القرآن. عشان كده شوف يا مجرم يا مستهبل، قل للعلماني ده قل لنا احنا كتابنا ده نتحداك ليوم الدين، ليوم الدين انت وكل الرمم المعاك تطلع لنا خطأ واحد في القرآن، خطأ واحد. ربنا قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو يتلموا مع بعض كلهم ما يقدر يجيبوا آية زي القرآن، حرف واحد ما يقدر يجيبه. طيب بعدك قال يجب شنو؟ موت الإله بعد ما ينتهي. لا يجب، منو قال يجب؟ ساي كده هو يجب موت الإله؟ لا ما يجب، بس الإجابة ونظريات. يا ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون لحكمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. عشان كده أقول لك أخونا شد حيلك وارمي قدام، وكل أخواننا والشباب في الداخلية من المسلمين أرموا قدام تمام، ضد العلمانية وضد الأخوان المسلمين وضد الأحزاب وضد الضلال وضد الكفر القاعد في الداخلية وفي غيره، نطهر بلادنا ونحمي ديننا ونصون عقيدتنا وندافع عن شرفنا وعن إيماننا وعن عقيدتنا بالكتاب وبالسنة. ما بننتمي لحزب ولا داري لنا جماعة ولا داري لنا طريقة، ولو يوم من الأيام قلنا لك تعال ابقى في جماعتنا فارقنا وختانا. دعوتنا دعوة على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. نلتقي إن شاء الله الأربعاء القادم.